Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just the lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Just fire. It's caught in the crossfire. إذن أجواء كبيرة جدا هنا في استاد تاني بن جاسم في مدينة الغرافة، نهائي كأس السوبر الإفريقي. الرجاء الذي سيكون بلباسه الأبيض والأخضر المعتاد، وترجي بلباسه المعتاد كذلك الأصفر والأحمر والأسود على الشاشة. فريق الرجاء الذي يلعب أو فريق الترجي بقيادة المدرب معين الشعباني على الصورة يلعب برامي جريدي في حراسة المرمى. سامح الدربالي سيكون على الجهة اليمنى، أيمن بن محمد على الجهة اليسرى، محمد علي اليعقوب برفقة شمس الدين الدوادي في وسط الدفاع، كوليبالي وفرانكوم وسعد بقير ثلاثي وسط الميدان. محمد رجاء الكرة البينية، سعد بقير الكرة البعيدة، خنيسي رقب كورتو، رأيت تسلل أم لا؟ الحكم قال الكرة خطيرة، الخنيسي ما زال التوزيع على القائمة الثاني، وصلت نينجا راحت على الجهة اليمنى، صعبة وخطيرة من هنالك عن طريق كوم، كرة خطيرة الدفاع، التغطية الدفاعية من بدر بانون، ما زال يدخل ما زال عنده الكرة، يحاول يمر يلعبها في الوسط، هي كرة صعبة، هي كرة في المدوغة وتسديدة الدفاع في تنفيذ هذه المخالفة، يستعد سند يسدد كرة وتضرب في الجدار، رجعت له الورفلي محمد كاد يرتكب خطأ، ما زالت الكرة مغربية جول، أول فرصة وأول كرة وأول لقطة للتهديف، محمود بن حليب يضيع وجها لوجه أمامه، حاول يمر ما زال عنده الكرة، كرة خطيرة وتوغل، أي 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 أي، وما زال وراح الخنيسي وراح الخنيسي وراح وراح تسلل، أي 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 أي، حكم المباراة رفع الراية معلنا وضعية التسلل من طه ياسين الخنيسي في كرة طيب يوصلها في ممتازة، وصلت عمر بالطيب، هاي كرة خطيرة، عمر يوزع كرة بعيدة يا عمر، بعيدة كرة بعيدة وعرضية وخطيرة وصعبة وممتازة وتوزيع دفاع رائع وتتقدموا بعدين مثلا كرة خطيرة وتوغل، الكرة خطيرة با 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 با، لعبة من أروع ما يكون وتوغل مرة ثانية كاد يأتي الجول، محمود بن حليب توغل من أمام الحارس رامي جريدي، شوف اللعبة وشوف الاستلام والتوغل، أي 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 أي، رائع الكرة من سفيان رحيمي، استلم كرة في بيواصل ويدخل ويدخل ويلعب بينية، والدفاع من هنالك عن طريق أيمن بن محمود، البحث عن قلب الهجوم محمود بن حبيب، هاي كرة صعبة تلعب أرضية أرضية خطيرة، جول با 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 با، جول تحت شباك الترجي وجول، يا سلام فعلها الرجاء وسجل جول، عبد الله الحافظي يجعل الملعب يهتز بهذا الجول، يا سلام هدف أول ولا أروع، هدف للرجاء مستحق لحد الآن، عبد الله الحفيظي يفعلها ويسجل جول، اللعبة من أروع ما يكون، استلمها على خط العشرين، اللعبة الأولى ثم الثانية حتى يمتص الحرارة تاع اللاعبين، أوه بعيدة كثير بعيدة كثير بعيدة كثير بعيدة كثير، هاتي المحاولة وهذا التسديد من بعيد بهذا الشكل، هاي دي عاتل منه زكريا الحضراف، فابريس مازال فابريس والتوزيع الرائع بين احضان زكريا الحضراف، يلعب بينية وتوغل خطير با 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 وخطيرة، يا سلام يا سفيان يا رحيم يا اعطالك كرة من ذهب استلمها بصدره، ولكن البراعة كانت عند رامي جريدي الذي انقذ مرماه، عن سفيان رحيم يحاول يمر سفيان، خطأ كل حكم المباراة رائع سفيان وخطأ، لم يحين الوقت بعد، عبد الإله الحفيظي نفذ ركنية في القائمة، بينية تبقى دائما مغربية، عبد الإله الحفيظي يا عبد الإله حبيت والتوغل من هنالك، شوف الصعوبات والأخطاء على مستوى خط وسط دفاع نادي الرجاء، يريد أن يستثمر في النادي، البحث عن زكريا الحضراف مثوبة كما ينبغي والدفاع، وما زالت الخطورة لسامح الدربالي، سامح يلعبها في العمق، هاي كرة صعبة لصالح الترجي بالرأس، والكرة في الركنية صعب الكرة هذه وراحت مباشرة الركنية، يقول حق كوليبالي الركنية تنفذ، كرة داخلة صعبة وخطيرة وخروج رائع، عناصر اللاعبية للفريق التونسي وصلت لفابريس نجا، بعيدة نجا سهلة هذه الكرة على رامي جريدي، راحت مباشرة ضربة مرمى، يقول حكم المباراة للترجي التونسي، هاي الإعادة لطه ياسين الخريسي بيمناه
الصد كان رائع من التوغل. زكريا عنده الكره، زكريا في المراوغه ويدخل زكريا، وبا با 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 خطيره رائع انت يا زكريا في هذه الكره كاد ياتي الجول. يا سلام عليك في المراوغه. الفوسيني يلعب بينيه، واصل فوسيني، دخل فوسيني، راح كوليبالي، واصل فوسيني، فوسيني والتسديده وضربة مرمى يقول حكم المباراة الدقيقة 45 مشاهدي الأفاضل. لقطة رائعة من اليوم دفع فابريس سنغو، ما زالت الخطورة من هنالك عن طريق اللاعب أيمن البدري، يدس البدري، رائعة التسديدة هنا من أنس البدري، الاستلام باليمنى والتسديد باليسرى، ولكن الحارس أنس جاتي اليمنى من مرمى الحارس أنس زنيتي، ويا سلامها أنس لحمد الهوني حاول يمر، حمدو مازال عنده الكره، محاصر يوزع كره لم تمر، تروح مغربيه مره ثانيه. فوسيني كوليبالي، هيدا من فوسيني وراي تسلل، لا خطيره الكره هذه، ترجع للخلف تسديده، بابا جول فعلها يوسف البلايلي وجول يعدل النتيجه بروعه. يا سلام برجله اليمنى يحطها على يمين الحارس وجول. ترجي او رجاء يتفرج على الترجي وهو يلعب، يتفرج على يوسف قادم من بعيد وبيمنى حطها في الجول، هدف التعديل. يا سلام عند الدقيقة 11 من عمر الشوط الثاني، يا سلام اللعبة من هنالك على الجهة اليمنى كم كانت رائعة، المراقبة للكرة رائعة ويوسف البلايلي بيمنى حطها في الجول وهدف التعديل. يا سلام يا سلام يا سلام. الشوط الاول كره ممتازه وانطلاق عنه ذلك على الجهه اليسرى، كره خطيره ما زالت الخطوره توزيعها ولكنها راحت وخرجت يا زكريا يا حضراف. ضربه مرمى يقول حكم المباراه كانت التمريره من عبد الاله الحفيظي مسجل هدف الرجاء المغربي. الكره ما زالت الخطوره، لا لا وفرانكوم وخطا يقول حكم المباراه. ان الكره بينيه، عمر بالطيب يدخل كره خطيره يلعبها ارضيه خطيرة الركنية، وبا با با خطيرة ومازال الكرة جول. بدر بانون يفعلها ويسجل جول 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 جول. الرجاء يعود وبدر بانون يعود مثل البدر ويسجل جول، هدف ثاني للرجاء في كرة من ركنية. عدد هائل من اللاعبين داخل منطقة العمليات، رامي جريدي لم يشاهد شيئا، كرة من زكريا حضراف من هنالك، الحارس خرج ورجعت مرة ثانية، لا لا جول ثاني للرجاء المغربي يقول حكم المباراة تسم لك جسمة. الحكم يأمر يوسف يتقدم ويسدد كرة، يوسف البلايلي مرت سلامات، مرت سلامات على الوسط لعبد الاله الحفيظي، يا 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 بابا بابا خطيرة. عبد الاله الحفيظي صاحب التمريرة الرائعة رجعت له الكرة، شوف هنا عبد الاله، لم تكن هناك وضعية تسلل. مهم جدا بعد ما صار نادي الرجاء متفوق بهدفين مقابل هدف واحد بفضل الهدف الثاني الذي سجل. كرة مغربية في العمق خطيرة، الدفاع لا لا كم كانت رائعة التمريرة من عبد الاله الحفيظي، تسترجع تونسية عن طريق ايمن بن محمد، كرة بعيدة للامام، التغطية الدفاعية تروح مباشرة للحارس انس الزنيتي يلحقها خطيرة، بابا 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 وراي تسلل، وضعية تسلل يشير لها الحكم المساعد، نعم تأخر الحكم، نعم وضعية تسلل راح نشوفوها بالتصوير البطيء بأن سفيان رحيمي كان في وضعية تسلل في هذه الكرة. كارتيرون يطلب الاستعانة ب الدفاع يخرجها، ما زالت الكرة مغربية ومرة ثانية والحكم ماذا يقول؟ ركنية، ركنية يقول حكم المباراة كاد رامي جريدي يرتكب خطيرة عن طريق حمدو الهوني، حمدو بعيدة. الحفيظ يبدو انه سيغادر في نهاية المطاف ويترك مكانه، ركنية تنفذ والدفاع بحت عن قلب الهجوم، محمود بن حبيب هي كرة صعبة تلعب ارضية، ارضية خطيرة جول، بابا 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 با جول، تهتز شباك الترجي وجول. يا سلام فعلها الرجاء وسجل جول، عبد الله الحفيظي يجعل الم
الملعب يهتز بهذا الجول. يا سلام، هدف اول ولا اروع، هدف للرجاء مستحق لحد الان. عبد الله الحفيظ يفعلها ويسجل جول. اللعبه من اروع ما يكون، استلمها على خط العشرين. اللعبه الاولى فوزيني كوليبالي، هيلة من فوزيني ورأي تسلل لا خطيره الكره هذه، ترجع للخلف تسديد بابا جول. يوسف البلايلي وجول، يعدل النتيجة بروعة. يا سلام، برجله اليمنى يحطها على يمين الحارس وجول. ترجي أو رجاء يتفرج على الترجي وهو يلعب، يتفرج على يوسف قادم من بعيد وبيمناه حطها في الجول. هدف التعديل. يا سلام، عند الدقيقة 11 من عمر الشوط الثاني. يا سلام، اللعبة من هنالك على الجهة اليمنى كم كانت رائعة، المراقبة للكرة رائعة، ويوسف البلايلي بيمناه حطها في الجول وهدف التعديل. يا سلام يا سلام يا سلام، بابا خطيرة، وما زال الكرة جول. بدر بانون يفعلها ويسجل جول. جول 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 جول، الرجاء يعود، بدر بانون يعود مثل البدر ويسجل جول. هدف ثاني للرجاء في كرة من ركنية. عدد هائل من اللاعبين داخل منطقة العمليات. رامي جريدي لم يشاهد شيئا. كرة من زكريا حضراف من هنالك، الحارس خرج ورجعت مرة ثانية. اولولا جول ثاني للرجاء المغربي. يقول حكم المباراة سملك جسمه.